اي مكان بيفتح جديد لازم يهتم جدا بنظافه المكان وتعقيم الادوات، ولان ده بينقل امراض كتير من ضمنها فيروس سي، ومن ضمنها لو في قشره القشره دي بتتنقل من شخص للتاني من خلال الادوات اللي شغال بيها. زائد ان انت ممكن تجي لك امراض جلديه معديه من خلال المشط او المقص او المكنه او الكلام ده. اي صالون حلاقه لازم يهتم جدا بالنظافه جدا، بالتعقيم جدا جدا، وده شيء طبيعي لعدم نقل الامراض او البكتيريا من خلال العميل لعميل. المقصات اللي هي الميتال او الستيل دي بتتحط في جهاز تعقيم يوميا، لازم تتحط يوميا. في حاجات زي البلاستيكات دي بتتحط على درجه سخونه معينه بالبخار، ودي لازم تتعمل ما بين كل حد عميل وعميل. دي اهم حاجه احنا بنعملها يعني. اهم الادوات اللي بتنقل البكتيريا هو الموس اللي احنا بنقول عليه في شغلنا الشفره، وده احنا بنعالج ده ان احنا بنجيب استخدام مره واحده للفرد وبس. الماشين المكنه برضو ممكن لو ما تعقمتش كويس دي برضو تنقل البكتيريا. الصالونات دلوقتي اختلاف تماما عن زمان، لان زمان كان مقتصر على قص الشعر والدقن. هو دلوقتي بقى في قص شعر وبقى في الدقن طبعا بكل استايلاتها. بقى في دلوقتي حاجه الناس بقت تعمل بروتين، في حاجه اسمها بيرم. البيرم ده بيعمل من الشعر الناعم للشعر الكيرلي بتنظيف البشره بالهاي ديفينيشن اللي هو 11 مرحله. في مثلا الباديكير مانيكير، كان الكلام ده كان زمان كان مقتصر على البنات بس، دلوقتي كل الموضوع بقى مختلف. الراجل بقى يعني دلوقتي الشباب دلوقتي بقى بيهتموا اكتر بالحته الستايل اكتر، الشكل اكتر، وشه اكتر، ضوافره، الكلام ده كانش موجود زمان. هو لازم يبقى فيه رقابه بصفه دوريه على صالونات الحلاقه، لان احنا الموضوع ده حتى ايام كورونا ظهر جدا جدا الاهتمام جدا، والناس كانت مهتمه جدا. بس للاسف دلوقتي في ناس بدات تتراجع، ما بقتش تعمل ده بصفه دوريه، ودي حاجة مهمة جدا لازم تكون موجودة يعني. النظافة طبعا دي مهمة جدا، لأن دي أول حاجة بتجذب الناس ليها، ودايما العميل بيركز جدا جدا فيها، وبيشوف كل حاجة، وكل حاجة في المحل هو بيركز فيها جدا. ودي ممكن تبقى سبب حتى لو انت شاطر جدا ممكن تخسرك ناس كتير جدا في الشغل.